من نوى أن يعتكف في المسجد الحرام، نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا يجزئه مسجد آخر، ومن نذر أن يعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه صلى فيه بمئة ألف صلاة، ومن نذر أن يعتكف في مسجد الأقصى جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة في المسجد الأقصى لخمسمائة صلاة والحديث فيها ضعيف وما يتحسن بعض الطرق، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة حديث صحيح، وفي المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. ومن نذر أن يعتكف في مسجد دون هذه الثلاثة المساجد جاز له أن يعتكف في أي مسجد وليس ذلك المسجد، يعني يقول أريد أن أعتكف في جامع زيد بن عمرو، نقول جاز لك أن توفي بنذرك في أي مسجد آخر، لكن يفضل لو كان المسجد ذو جماعة كثيرة عدد المصلين فيه كثر إلى غير ذلك أنه يعتكف فيه ويفي بنذره في الاعتكاف فيه.